ما وعدتكم البارح انني غادي نحط لكم الدرس الثاني اللي غادي يكون اخواتي المحتوى ديالو هو كيفيه قراءه الكلمه. بما ان الدرس الاول كان هو معرفه لي سيلاب، اليوم غادي نوريكم كيفاش نلاقيو هاد لي سيلاب باش يكونوا لينا الكلمه واحد الكلمه يكون لينا كلمه بالفرنسيه. غادي نبداو بالقراءه ديالنا ان شاء الله في واحد الكتاب اللي هو ولا اروع، غادي يعجبكم بزاف اخواتي وغادي يهنيكم شي من شي حاجه سميتها ما تعرفوش ولا اللي يقراو الفرنسيه ان شاء الله اخواتي، لان معظم اولياء الامور تعاني من هذا المشكل. اذا على بركه الله نبداو بالقراءه. نبداو ان شاء الله بحرف ا، حرف ا اللي هو هنا اخواتي غادي نبداو بحرف ا لو ال حداها او كنقراوها لو، بي حداها ا تنقراوها با، بي الثانيه حداها ا تنقراوها با، لو با با ا ا ا اي ا او اي او ا اي او ا اي a a o a i a i o a. هادو حروف كنكرروهم باش كنبقاو عاقلين عليهم حنا ووليداتنا ان شاء الله باذن الله. عندنا هنايا نفس الكلمه كتكرر مره اخرى، لو بابا اي لا، هاد اي اخواتي من بعد غادي نعرفوها، هي واحد لو فيرب اتر لكن من بعد ان شاء الله غادي نعرفوها. لو بابا نفس الكلمه هي كتكرر باش كنتعودوا عليها، دو دي حداها او كنقراوها دو، مي نا ام حداها اي كتقرا لينا مي، و ان حداها ا كتقرا لينا نا. الكلمه كامله هذيك كنقراوها مي نا، هذا سيلاب وهذا سيلاب مي نا، هادو نفس الحروف اللي هنا كيتكرروا مره اخرى باش كنبقاو كنعقلوا عليهم. عندنا هنا ال حداها او نفس هادي هي هادي لو، عندنا هنايا نفس الكلمه عاود كتكرر لو با با، يعني غير اللي ما بغاش يعرف ما شاء الله راه حتى كلمه كتكرر شحال من مره باش كنبقاو عاقلين عليها. لو با با لو جولي يعني زوين، جي حداها او ال حداها اي، لو جولي ميكي هو هذا، هذا سميتو ميكي، لو جولي ميكي. لو دومينو هادي لو دومينو. صافي اخواتي، المهم هذه هي الصفحه الاولى ان شاء الله من هذا الكتاب، وغادي ندوزو للصفحه الثانيه باذن الله. لا لو بابا لو غا، هذه هي لغه، اغ حداها ا، تي دائما ناخذها قاعده عامه اخواتي في اخر الكلمه ما تنقراوهاش. مي نا مي نا ا مي ا، و ام حداها اي هي امي معناه صديق. لا موتو ام حداها او تي حداها او، لا موتو هادي سيلاب وهادي سيلاب وهادي سيلاب مجموع لا موتو. لو لا فا بو لو دو مي نو مي غو. اخواتي هنا اغ حداها او و ام حداها اي عطاتنا مي غو. لا بال دو مي نا لو بابا دو مي نا اي لا لا بال، دائما اخواتي خذوها قاعده عامه او في اخر الكلمه في اخر اي كلمه كنقراوها بحال السكون سكون. لا بال دو مينا لا بال دو مينا اي لا. لا موتو دو بابا لا موتو دو بابا اي لا ميكي اي لا. وهكا اخواتي غادي نكونوا ان شاء الله نهينا الدرس تاني من اللي في هذا النهار اللي وعدتكم به باش غادي نعلمكم نلاقيو الكلمه. واخواتي الى عجبكم المحتوى ديال هذا الدرس ما تبخلوش علينا ان شاء الله بجيم،
وباش يوصلكم جميع الدروس إن شاء الله. وشكرا، حتى الغدا إن شاء الله ونزيدكم الدرس الثالث بإذن الله. السلام عليكم.